مواليد برج الدلو، كل ما قربت الشمس لبرج الجدي بدكم تتعبوا، لأنه فترة فيها تعب، ويمكن يكون عندكم خسارات كتير. ب 22 الشهر آخر شهر 12، 22-12 وبداية السنة، هون أنا بقول له لمولود برج الدلو يبتعد عن المغامرات، يبتعد عن العلاقات العاطفية الجديدة ممنوع تفوتوا بعلاقات عاطفية جديدة. ومن هلأ بقلكن حسنوا علاقاتكن كلها، خاصة العلاقات العاطفية أو أي علاقة بالعمل أو أي شيء، لأنه حين دخول الشمس، كل ما قربت الشمس والكواكب بتقرب لبيت المتاعب، بتصيروا أنتوا تحت الأضواء وتحت الضغط وتحت التعب وتحت الخلافات. ففترة صحيا بتتعبوا، نفسيا بتتعبوا، بصير في عندكم خسارات كتير. فكرمال هيك بدي اياكم تكونوا واعيين لكل التفاصيل. اوكي سمعتيني؟ واللي هن بيشتغلوا اسمعوني مثل ما بنقول بشركات كبيرة للبلد او بمؤسسات كبيرة حكومية، او بيشتغلوا بشركات مالتي ناشونال، يعني عندها هول الاشخاص باخر السنه، يمكن يكون عندهم ترقيات فقط هول. ايه هاي انا. اوكي يا وسن ما هيك اسمي، فقط هول الاشخاص رح يكون في عندهم ترقيات. هيدي هي المريخ شو بده يأثر عليكم. انت بتشتغلي بمؤسسة حكومية، كبسوا يا جماعة بليز، بدي تكبيس على اللايف لو سمحتوا. فهيدا هو مولود برج الدلو. ولكن من ناحية تانية بدي أقول لمواليد برج الدلو إني أشتغل بمؤسسة عالية كتير منيح، رح يكون في عندك ترقيات. أوكي مواليد برج الدلو، بكرة نهاركم حلو بكون، لأنه القمر موجود ببرج الحمل، فبتشعر بالنشاط وبرغبة بالتواصل مع الكل، بتحس حالك سريع الحركة سريع الكلام، بتنادي الإطراء، بكون عندك تنقلات كتير ودعوات كتير، ونهار مبشر بالخير على كافة الأصعدة، إن كان بالعلاقات العاطفية إن كان بالعلاقات العملية، وكتير مناسب السهر. يسعد قلبك كتير مناسب السهر، كتير مناسب السمر، كتير مناسب الظهور. ماشي مواليد برج حمل، بكرة نهاركم بجنن، أنا بقلكم خلصوا كل أموركم غدا. حبيتي يا وسن، شو حلو اسمه وسن، يا وسن. رح نفتح لك ورقة حظ يا وسن، يلا يا وسن رح نفتح لك ورقة حظ، وانت الحظ. حياتي شو حليانة، شكرا. يلا والله بحلى بوجودكم انا. ليكو وسن قديش حلوة، ليكو فوفا قديش حلوة، ليكو نور قديش حلوة، ليكو بيبا قديش حلوة، ليكو مريم قديش حلوة، ليكو دانيا قديش حلوة، ليكو عبير قديش حلوة، ليكو زوزو شو حلو. يلا يا حبيبة القلب، هيدي ورقة حظ، خلي الطاقة مع رولا، خلي الطاقة وين؟ مع رولا. قولي يا رب، فكري بشي، خلي طاقتك معي، خلي عيونك بعيونا لرولا، خلي عيونك بعيون. قولي يا رب. يلا يا وسام، قولي يا رب. الله أكبر، شو عندك؟ عشو دمرتي؟ هيدي ورقة إيجابية، ملكة عم تدرسي أمر معين، يمكن
عم تدرسي علاقة، عم تدرسي مشروع، عم تدرسي شيء، في شيء، في دراسة، مخطط، عم تخططي علاقة، ايه هذه هي. إذا بدك فتح التارو لتشوف العلاقة كيف تكون، بقدر وسع لك إياها، تعطيني برجو لإله. فيك تكفي دعمك حبيبتي، أوكي؟ فيك تدعمي بعد وفسر لك العلاقة إذا حبيتي. ويا وسن، يا شو حلو اسمه وسن، هو الدلو كمان، الدلو مع الدلو، يسعد قلبك، يسعد قلبك. يا رح منشوف شو اسمه، علاقة عاطفية جديدة، خلينا نشوف علاقة عاطفية جديدة. براء، على براءة، حمزة، اوكي، مرحب، مرحبتين، كبسوا يا جماعة. براء، اوكي يا براء، حمزة، بس هيدي العلاقة جديدة عم درسيها، علاقة جديدة، حب جديد، خلينا نشوف. وسن برج الدلو، كبسوا يا جماعة. وينك ما عاد شفت تعليقك؟ ايه يا ما معقول، ما معقول رولا، خلي طاقتك معي بليز، خلي الطاقة مع رولا، خلي الطاقة مع رولا يا جماعة. عم بطلع هون وهون لأنه في عندي فتحة لايفين، أوكي. صباح النور، صباح النور، اللي بده برج مفصل دعمه من الهدف، خلي طاقتك معي. رح منشوف يا وسن علاقتك مع حمزة برج الدلو كيف بدها تكون. قولي يا رب، قولي يا رب، يا رب. لا لا مش طبيعي، شب حليوة، شب حلي، حب كبير، كتير معجب فيكي، كتير بحب تقطع حلوة مع شو، كتير عنده شخصية حلوة، وليكي كيف ماسك كيس الحب، عم بيقدم لك الحب، يسعد قلبك ليكي. لا مش طبيعي، اسمعيني يا قلبي، اسمعيني، انت مرقتي بكتير علاقات منا منيحه، هلا انت عم بتعيدي هيكليه امورك العاطفيه، كان عندك خيبات امل كتير بالعاطفه، بس هلا انا اللي بقول لك اياه انك انت اجريكي فوق، طايره طيران، عشقانه، ومد ايدك لميلة الأبيض، يعني السواد، كل اللي صار معك، إيه كل السواد اللي صار معك صار إلى زواج، ليك العلاقة بدأت تتسارع كتير، كتير بدأت تتسارع، يعني اللقاءات، الاتصالات، الأحاديث، أوكي، يسعد قلبك ليك حبيبتي. انت ملكة، بدك تقعدي، اوكي، تتفقوا كتير مع بعض، بدك تقعدي تتريشي، ما رح يتعبك، ما عم شوف ولا ورقة سلبية، ما رح يتعبك ليكي، بس انت اللي بدك تقوديه، هذا اللي مبين عندي، انت اللي بدك تقوديه، ذكية كتير، انت كتير بتحب الحرية، كتير ذكية، ما بتحب التقيد، بذكائك بدك انت تمشي الامور، صحيح ليكي، هيدا الحب، هيدا الحب اللي حافظي عليه، حافظي عليه، لانه يا حبيبة القلب ليكي، مثل كأنه انت ريكعة وهيدا هو الحب بايدك، بده يكرش كرج، يعني بدها تطور العلاقة كتير انت وياه، أنا ما عم شوف ولا ورقة سلبية انت وياه، سمعتيني؟ ما عم شوف ولا ورقة سلبية انت وياه، ما في،
بس أنا بقول لك لأنه الكواكب بدها تبلش تراصف من هلأ وبالرايح، حسن الأمور، تعدي عن المشاكل، لحتى بس توصلوا منيح اللي انت وياه اتنيناتكم الدلو بتصيروا تساندوا بعضكم، لأنه بتتعبوا اتنيناتكم لحين وصول الكواكب اللي عندكم على السنة الجديدة. أوكي؟ والله حلوين ورقاتها.